اللي وصلني معرفش ده موجود في الكواليس ولا لا أعرفش ينفع اقوله ولا ان المشكله في ان احمد يونس او الاستاذ احمد يونس مذيع نجوم اف ام استغل شغر استغل شهره برنامجه في مشروع تجاري واستغل بعض الادوات المتحالة من خلال نجوم اف ام في الاعلان عن المشروع التجاري ده. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه انا راجل بشتغل في الميديا وفي الادفرتايزنج يعني بشتغل في التجاره في تجاره الميديا. احمد يونس كاريزما كويسه كان بي... بيجي في اوقات ميته يحيها يعني هو بيجي في اوقات نايمه خالص وبيقومها والناس بتتصل وبتتفاعل معاه أه و... ومش عيب خالص ان انا اعمل مشروع تجاري ومش عيب ان انا افتح الف حاجه بتاعتي ومش عيب استغل الاسم لو بتاعي ولو مش حقوقه عند حد ما برضه في الاخر كل واحد بي... بيخاف على حاجته لكن العيب ان انا أه استغل الادوات اللي تحتيه يعني ده حتى لو انا سواق وعندي عربيه الشغل عيب ان انا اوصل بيها مراتي مراتي مش فاهمني مش اركب ناس بالاجره فاهمني فهي دي شويه اللي يمكن لو كانت صح الله اعلم هي صح ولا لا اللي لو كانت صح يبقى فيها مشكله انما احمد يونس كاعلامي اعلامي محترم جدا راجل له نسب استماع عاليه جدا في اوقات ميته جدا ويمكن بيحطوه في الاوقات دي علشان هو اللي بيعليها يعني.